عدنا لحضراتكم في معرفة أسباب النزول في سورة النساء، قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن البناني قال: عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللناهن. 304 عن أبي سعيد قال: لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا: يا نبي الله، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. 305 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، ولقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. 306 عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. 307 عن خصيف عن عكرمة أن النساء سألنا الجهاد فقلنا: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. 308 قال قتادة والسدي لما نزل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، الآية 33 عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم. فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الآية 34. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد ابن أبي زهير، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتختص من زوجها.
وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل عليه السلام أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. 311 قال: حدثنا يونس عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فقاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا لطم صاحبتنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القصاص القصاص، ولا يقضى قضاء. فنزلت هذه الآية: الرجال قوامون على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا وأراد الله غيره. 312 عن الحسن قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين، لطم رجل امرأته، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص. قال: القصاص. فبينما هو كذلك، أنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا فأبى الله تعالى إلا غيره، خذ أيها الرجل بيد امرأتك. قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. 37 قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود حين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم. وقال الكلبي: هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من أتاهم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتابهم. 315 قال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالا من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم، فإنا نخشى عليكم الفقر. فأنزل الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية 43 نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ويحضرون الصلاة وهم نشاوى، فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم. 316 عن أبي عبد الرحمن قال: صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعا أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعموا وشربوا، وحضرت صلاة المغرب، فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فلم يقمها. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية 43. 317 أخبرنا أبو عبد الله ابن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو عمرو ابن مطر قال: حدثنا إبراهيم ابن علي الذهلي قال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك ابن أنس عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء،
فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: أحبست رسول الله والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يضعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. رواه البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس، ورواه مسلم عن يحيى ابن يحيى كلاهما عن مالك. 318 عن ابن عباس عن عمار بن ياسر قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جذع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء. فتغيظ عليها أبو بكر وقالت: حبست الناس. فأنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم فلم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب وبطون أيديهم إلى الآباط. قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله إنك ما علمت لمباركة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، الآية 49. قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطفالهم وقالوا: يا محمد، هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لا. فقالوا: والذي نحلف به ما نحن إلا كهيئتهم، ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل، وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار. فهذا الذي زكوا به أنفسهم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. 320 عن عكرمة قال: جاء حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم، فأخبرونا عنا وعن محمد. قالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك العناه ونصل الأرحام ونسقي الحجيج، وديننا القديم ودين محمد الحديث. قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان
ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما فذلك قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ثم قال كعب لأهل مكة ليجيء منكم 30 ومنا 30 فلنلزق أكبادنا بالكعبة ونعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق أنحن أم محمد فقال كعب اعرضوا علي دينكم فقال أبو سفيان نحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم ومحمد فارق دين آباءه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث فقال كعب أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كعبا وأصحابه الآية قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله الآية 52 عن قتادة قال نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب رجلين من اليهود من بين النضير لقيا قريشا بالموسم فقال لهما المشركون أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإن أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم فقال بل أنتم أهدى من محمد وهما يعلمان أنهما كاذبان إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه فأنزل الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا فلما رجع إلى قومهما قال لهما قومهما إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا فقال صدق والله والله ما حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية 58 سورة النساء نزلت في عثمان ابن طلحة الحجبي من بني عبد الدار كان ساد الكعبة فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل إنه مع عثمان فطلب منه فأبى وقال لو علمت أنه رسول الله لما منعته المفتاح فلوى علي ابن أبي طالب يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه ففعل ذلك علي فقال له عثمان يا علي أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق فقال لقد أنزل الله تعالى في شأنك وقرأ عليه هذه الآية فقال عثمان أشهد أن محمدا رسول الله وأسلم
فجاء جبريل عليه السلام وقال: ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدان في أولاد عثمان، وهو اليوم في أيديهم. 324 عن مجاهد في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: نزلت في عثمان ابن طلحة، قبض النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم. 325 حدثنا شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلي وإلى عثمان وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. فبنو أبي طلحة الذين يلون سدانة الكعبة من بني عبد الدار. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية 59 عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. رواه البخاري عن صدقة بن الفضل، ورواه مسلم عن زهير بن حرب كلاهما عن حجاج. 327 قال ابن عباس في رواية باذان: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد سرية إلى حي من أحياء العرب، وكان معه عمار بن ياسر، فسار خالد حتى إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم، فأتاهم النذير فهربوا غير رجل قد كان أسلما، فأمر أهله أن يتأهبوا للمسير، ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على عمار فقال: يا أبا اليقظان، إني منكم، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وأقمت لإسلامي، أفنافعي ذلك أم أهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم فإن ذلك نافعك. وانصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام، وأصبح خالد فأغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فأتاه عمار فقال: خل سبيل الرجل فإنه مسلم، وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام. فقال خالد: أنت تجير علي وأنا الأمير؟ فقال: نعم، أنا أجير عليك وأنت الأمير. فكان في ذلك بينهما كلام، فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبر الرجل، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز أمان عمار، ونهاه أن يجير بعد ذلك على أمير بغير إذنه. قال: واستب عمار وخالد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عمار لخالد، وغضب خالد وقال: يا رسول الله، أتدع هذا العبد يشتمني؟ فوالله لولا أنت ما شتمني. وكان عمار مولى لهاشم ابن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، كف عن عمار، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله. فقام عمار فتبعه خالد، فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه، فرضي عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية 60-328. أخبرنا سعيد ابن محمد العدل قال: عن ابن عباس قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه أناس من أسلم، فأنزل الله تعالى: ألم أر إلى الذين يزعمون، إلى قوله وتوفيقا. 329. عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت في رجل من الأنصار يقال له قيس، وفي رجل من اليهود في مدارأة إن كانت بينهما في حق تدارى فيه، فتنافر إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهم، وترك نبي الله صلى الله عليه وسلم فعاب الله تعالى ذلك عليهما. وكان اليهودي يدعوه إلى نبي الله وقد علم أنه لن يجور عليه، وجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهن، فأنزل الله تعالى: ما تسمعون، وعاب على الذي يزعم أنه مسلم وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى قوله يصدون عنك صدودا. 330. عن الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اختلف اجتمع على أن يحكم كاهنا في جهينة، فأنزل الله تعالى في ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني المنافق، وما أنزل من قبلك، يعني اليهودي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله ويسلموا تسليما. 331. عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب ابن الأشرف، وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت، فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصم إليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلما خرج من عنده لزمه المنافق وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب، فأقبل إلى عمر، فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرضى بقضائه وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي، فجئت معه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم. فقال لهما رويدا: حتى أخرج إليكما. فدخل عمر البيت وأخذ السيف فاشتمل عليه، ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله. وهرب اليهودي، ونزلت هذه الآية، وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. 332. قال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم،
وكانت قريظة والنضير في الجاهلية، إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به وأخذ ديته 100 وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يقتل به وأعطي ديته 60 وسقا من تمر. وكانت النضير خلفاء الأوس، وكانوا أكبر وأشرف من قريظة، وهم حلفاء الخزرج. فقتل رجل من النضير رجلا من قريظة واختصموا في ذلك، فقالت بنو النضير: إنا وأنتم كنا اصطلحنا في الجاهلية على أن نقتل منكم ولا تقتلوا منا، وعلى أن ديتكم 60 وسقا والوسق 60 صاعا وديتنا 100 وسق، فنحن نعطيكم ذلك. فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لأنكم كثرتم وقللنا فقهرتمونا، ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد وليس لكم علينا فضل. فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي. وقال المسلمون: لا، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم، فقال: أعظموا اللقمة، يعني الرشوة. فقالوا: لك 10 أوسق. قال: لا، بل 100 وسق ديتي، فإني أخاف إن نفرت النضيري قتلتني قريظة، وإن نفرت القريزي قتلني النضير. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوسق، وأبى أن يحكم بينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كاهن أسلم إلى الإسلام، فأبى فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنيه: أدركا أباكما، فإنه إن جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا. فأدركاه فلم يزال به حتى انصرف وأسلما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: ألا إن كاهن أسلم قد أسلم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت في الزبير ابن العوام وخصمه حاطب ابن أبي بلتعة، وقيل هو ثعلبة ابن حاطب. 333. أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن حمدان قال: أخبرني عروة ابن الزبير عن أبيه أنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري وله. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رواه البخاري عن علي بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن معمر، ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث، كلاهما عن الزهري. 334. عن أم سلمة
أن الزبير ابن العوام خاصم رجلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له أنه ابن عمته. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون الآية، قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول الآية 69. قال الكلبي: نزلت في ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله، ما بي من ضر ولا وجع، غير أني إذ لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك، لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى أن لا أراك أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية 335 عن منصور عن مسلم ابن صبيح عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. 336 عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا: يا نبي الله، نراك في الدنيا، فأما في الآخرة فإنك ترفع عنا بفضلك فلا نراك. فأنزل الله تعالى هذه الآية 337 أخبرني أبو نعيم الحافظ فيما أذن لي في روايته قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية 77. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد ابن الأسود وقدامة ابن مضعون وسعد بن أبي وقاص، كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون: يا رسول الله، إذن لنا في قتال هؤلاء. فيقول لهم: كفوا أيديكم عنهم، فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين، كرهه بعضهم وشق عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية 339 عن ابن عباس قال: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم.
فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، الآية 78. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحد، قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، الآية 88. 341. عن عبد الله ابن يزيد ابن ثابت أن قوما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فرجعوا فاختلف فيهم المسلمون، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت هذه الآية، رواه البخاري عن بندار عن غندر، ورواه مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. 342. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأصابوا وباء المدينة وحماها فأركسوا، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناها. فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون. فأنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فأتين، والله أركسهم بما كسبوا، الآية. وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون. فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية، وأمر بقتلهم في قوله: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال ابن عيمر الأسلمي، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين، فرفع عنهم القتل بقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم، الآية، قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية. 343. عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن الحارث بن يزيد كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو يريد الإسلام، فلقيه عياش ابن أبي ربيعة، والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر، فقتله. فأنزل الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وشرح الكلبي هذه القصة فقال: إن عياش ابن أبي ربيع المخزومي أسلم وخاف أن يظهر إسلامه، فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها، ثم أتى أطما من أطامها فتحصن فيه، فجزعت أمه جزعا شديدا، وقالت لابنيها أبي جهل والحارث ابن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يضلني سقف بيت ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتوني به. فخرج في طلبه، وخرج معهم الحارث ابن زيد ابن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشا وهو في الأطم، فقال له:
انزل فإن أمك لم يؤها سقف بيت بعدك، وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها، ولك الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك. فلما ذكر له جزع أمه وأوثق له نزل إليهم فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم 100 جلدة، ثم قدموا به على أمه فقالت والله لا أحل لك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به. ثم تركوه موثقا في الشمس وأعطاهم بعض الذي أرادوا. فأتاه الحارث ابن يزيد وقال يا عياش، والله لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى، وإن كان ضلالة لقد كنت عليها. فغضب عياش من مقالته وقال والله لا ألقاك خاليا إلا قتلتك. ثم إن عياشا أسلم بعد ذلك وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم إن الحارث بن يزيد أسلم وهاجر بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وليس عياش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسلامه. فبينا هو يسير بظهر قباء إذ لقى الحارث بن يزيد، فلما رآه حمل عليه فقتله. فقال الناس أي شيء صنعت، إنه قد أسلم. فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته. فنزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية 93. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إن مقيس ابن صبابة وجد أخاه هشام ابن صبابة قتيلا في بني النجار وكان مسلما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رسولا من بني فهر فقال له ائت بني النجار فأقرئهم السلام وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام ابن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته. فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي إليه ديته. فأعطوه 100 من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، وبينهما وبين المدينة قريب. فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال أي شيء صنعت، تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة، اقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية. ففعل مقيس ذلك، فرمى الفهري بصخرة فشدخ رأسه، ثم ركب بعيرا منها وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا، وجعل يقول في شعره قتلت به فهرا وحملت عقله، سرات أبني النجار أرباب فارعي، وأدركت ثأري واضطجعت موسدا، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. فنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، ثم أهدر النبي عليه السلام دمه يوم فتح مكة فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية 94.
أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الواعظ عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تلك الغنيمة. رواه البخاري ومسلم. وأخبرنا إسماعيل قال عن ابن عباس قال: مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. 347. أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال عن سعيد بن جبير قال: خرج المقداد ابن الأسود في سرية فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا قتله، فقال: لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقيل له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ود لو فر بأهله وماله. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. 348. وقال الحسن: إن أصحاب النبي عليه السلام خرجوا يطوفون فلقوا المشركين فهزموهم، فشد منهم رجل فتبعه رجل من المسلمين وأراد متاعه، فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم، إني مسلم، فكذبه ثم أوجره بالسنان فقتله وأخذ متاعه وكان قليلا. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته بعدما زعم أنه مسلم؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ قال: لما يا رسول الله؟ قال: لتنظر أصادق هو أم كاذب. قال: وكنت أعلم ذلك يا رسول الله. قال: ويك إنك إن لم تكن تعلم ذلك، إنما كان يبين عنه لسانه. قال: فما لبث القاتل أن مات فدفنا، فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره. قال: ثم عادوا فحفروا له وأمكنوا ودفنوه، فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو ثلاثا، فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب. قال: وأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الحسن: إن الأرض تجن من هو شر منه، ولكن وعظ القوم أن لا يعودوا. 349. أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد المزكي عن القعقاع ابن عبد الله ابن أبي حدود عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى إضم قبل مخرجه إلى مكة. قال: فمر بنا عامر الأضبط الأشجعي فحيانا تحية الإسلام، فنزعنا عنه وحمل عليه ملحم ابن جثامة لشركان بينه وبينه في الجاهلية، فقتله واستلب بعيرا له ووطاء ومتيعا كان له.
قال: فأنهينا شأننا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بخبره، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآية. 350. قال السدي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على سرية، فلقي مرداس ابن نهيك الضماري فقتله، وكان من أهل فدك، ولم يسلم من قومه غيره، وكان يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويسلم عليهم. قال أسامة: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما تعوذ من القتل. فقال: كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ قال: فما زال يرددها علي: أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت لو أن إسلامي كان يومئذ فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية، ونحو هذا. قال الكلبي وقتاده: ويدل على صحته الحديث الذي أخبرناه أبو بكر محمد ابن إبراهيم الفارسي قال: سمعت أسامة ابن زيد ابن حارثة يحدث قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الآية 95. أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن محمد العدل عن زيد ابن ثابت قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ولم يذكر أولي الضرر. فقال ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أبصر؟ قال زيد: فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي، فاتكأ على فخذي، فوالذي نفسي بيده لقد ثقل على فخذي حتى خشيت أن يردها. ثم سري عنه فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فكتبها. رواه البخاري. 353. أخبرنا محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى قال: أنبأنا أبو إسحاق، سمعت البراء يقول: لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف وكتبها، فشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. رواه البخاري عن أبي الوليد، ورواه مسلم عن بندار عن غندر، كلاهما عن شعبة. 354. أخبرنا إسماعيل ابن أبي القاسم النصر أباذي قال: أخبرنا إسماعيل ابن نجيد عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادع لي زيدا وقل له يجيء بالكتف والدوات أو اللوح. وقال: اكتب لي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. أحسبه قال:
والمجاهدون في سبيل الله. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، بعيني ضرر. قال: فنزلت قبل أن يبرح غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآية 97. نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وأظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم ما ذكر الله سبحانه. 356. أخبرنا أبو بكر الحارثي عن ابن عباس: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وتلاها إلى آخرها، قال: كانوا قوما من المسلمين بمكة فخرجوا في قوم من المشركين في قتال فقتلوا معهم، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، الآية 100. قال ابن عباس في رواية عطاء: كان عبد الرحمن ابن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن، فكتب الآية التي نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فلما قرأها المسلمون قال حبيب ابن ضمر الليثي لبنيه وكان شيخا كبيرا: احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لا أهتدي إلى الطريق. فحمله بنوه على سرير متوجها إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق يمينه على شماله وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعتك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات حميدا، فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو واف المدينة لكان أتم أجرا. فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 358. أخبرنا أبو حسان المزني عن عكرمة قال: كان بمكة ناس قد دخلهم الإسلام ولم يستطيعوا الهجرة، فلما كان يوم بدر وخرج بهم كرها قتلوا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله تعالى: عسى الله أن يعفو عنهم، إلى آخر الآية. قال: فكتب بذلك من كان بالمدينة إلى من بمكة ممن أسلما. فقال رجل من بني بكر وكان مريضا: أخرجوني إلى الروحاء. فخرجوا به، فخرج يريد المدينة، فلما بلغ الحصحاص مات. فأنزل الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية 102. أخبرنا الأستاذ أبو عثمان الزعفراني المقري سنة 25 قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن علي ابن زياد السدي سنة 63 قال: أخبرنا أبو سعيد الفضل ابن محمد الجزري بمكة في المسجد الحرام سنة 400 قال: أخبرنا علي ابن زياد اللحجي قال: حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال: ذكر سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أخبرنا أبو عياش الزرقي قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرة. قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم.
قال: وهي العصر. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات بين الأولى والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهم بعسفان وعلى المشركين خالد ابن الوليد، وهم بيننا وبين القبلة، وذكر صلاة الخوف. 360. أخبرنا عبد الرحمن ابن عبدان قال: عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقى المشركين بعسفان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه، قال بعضهم لبعض: كان هذا فرصة لكم، لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية، وأعلم ما أمر به المشركون، وذكر صلاة الخوف. قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، الآية، إلى قوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، الآيتان 105 و116 أنزلت كلها في قصة واحدة، وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة ابن أبيرق أحد بني ظفر ابن الحارس، سرق درعا من جار له يقال له قتادة ابن النعمان، وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار فيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد ابن السمين، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم والله ما أخذها وما له به من علم. فقال أصحاب الدرع: بلى والله لقد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما أن حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه، فقال: دفعها إلي طعمة ابن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك. فقالت بنو ظفر وهو قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا. وافتضح وبرئ اليهودي، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي، حتى أنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، الآية كلها، وهذا قول جماعة من المفسرين. قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، الآية 123. أخبرنا أبو بكر التميمي عن أبي صالح قال: جلس أهل الكتاب، أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الأديان، كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم. فنزلت هذه الآية 362. قال مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون:
نحن أهدى منكم وأولى بالله، نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وبقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، الآيتين. قوله تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، الآية 125. اختلفوا في سبب اتخاذ الله إبراهيم خليلا، فأخبرنا أبو سعيد النضروري قال عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، لما اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد. وقال عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزي: دخل إبراهيم منزله فجأة، فرأى ملك الموت في صورة شاب لا يعرفه. قال له إبراهيم: بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن رب المنزل. فعرفه إبراهيم عليه السلام، فقال له ملك الموت: إن ربك اتخذ من عباده خليلا. قال إبراهيم: ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادما له حتى أموت. قال: فإنه أنت. 365. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا فيها، فحشروا إلى إبراهيم عليه السلام يطلبون الطعام، وكانت الميرة لهم كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى خليله بمصر يسأله الميرة، فقال خليله: لو كان إبراهيم إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له، وقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة. فرجع رسل إبراهيم فمروا ببطحاء، فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أن قد جئنا بميرة، إنا لنستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة. فملأوا تلك الغرائر رملا، ثم إنهم أتوا إبراهيم عليه السلام وصار نائمة، فأعلموا ذلك. فاهتم إبراهيم عليه السلام بمكان الناس، فغلبته عيناه فنام، واستيقظت سارة فقامت إلى تلك الغرائر ففتقتها، فإذا هو دقيق أجود حواري يكون. فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس، واستيقظ إبراهيم عليه السلام فوجد ريح الطعام، فقال: يا سارة، من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري. فقال: بل من عند الله خليلي، لا من عند خليلي المصري. فيومئذ اتخذ الله إبراهيم خليلا. 366. أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم المزكي عن القاسم ابن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإنه لم يكن نبي إلا له خليل، ألا وإن خليلي أبو بكر. 367. أخبرني الشريف أبو إسماعيل ابن الحسن النقيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى نجيا، واتخذني حبيبا، ثم قال: وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي.
قوله تعالى: ويستفتونك في النساء، الآية 127، أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن القاضي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، الآية قالت: والذي يتلى عليهم في الكتاب، الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت عائشة رضي الله عنها: وقال الله تعالى في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، رواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب. قوله تعالى: وإن امرأة خافت، الآية 128، أخبرنا أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن الحارث عن عائشة في قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إلى آخر الآية نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة ويكون لها ولد فيكره فراقها، وتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني، فأنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم. 370، أخبرنا أبو بكر الحيري عن ابن المسيب أن بنت محمد ابن مسلمة كانت عند رافع ابن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيرة، فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، الآية 135، روى أسباط عن السدي قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم إليه غني وفقير، وكان ضلعه مع الفقير، رأى أن الفقير لا يظلم الغني، فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، حتى بلغ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الآية 136، قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة ابن قيس وجماعة من مؤمني أهل الكتاب، قالوا: يا رسول الله، إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين،
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم،
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، امسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
الظالمين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة،
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون
يخافون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. رمضان أهلا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان.